نظمت أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية بمراكش بتنسيق مع المركز الجهوي لتعاقم الدم حملة للتبرع بالدم استجابة للنداء الوطني تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تبعا للزلزال الذي عرفه المغرب إقليم الحوز، وتبعا كذلك للبلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الإطار. إن لا هذا على شيء إنما يدل على تفاني جميع مكونات الشعب الوطني خدمة للصالح العام. وبخصوص العدد الذي يمكن تقديره الذين شاركوا في هذه الحملة المتعلقة بالتبرع بالدم ما يناهز 400 أو 500 طرف. وكما شارك في هذه الحملة المنظمة بخصوص التبرع بالدم مجموعة أطياف أسرة العدالة بما فيهم قضاة وموظفون ومحامون وعدول، وإلى جميع مساعدي العدالة الحاضرين بالدائرة الاستئنافية بمراكش.